ينضاف له غياب آخر لا يقل أهمية ليوسف العربي مهاجم نادي غرناطة الإسباني. رشيد الطوسي سيقف عند جاهزية مجموعة من العناصر، اليوم يشرك 11 لاعب، الملامح الأولى تؤكد أنهم رسميون في المباراة الأولى أمام المنتخب الأنغولي، إلا في حالة لو كانت مفاجأة على مستوى خط الهجوم بإشراك عبد العزيز برادة. كما قال زملاء في البلاطو التحليلي، عبد العزيز برادة كان مرشح اليوم ليدخل كرسمي، لكن اختيار كمال الشفني كخيار أول أو كخيار ثاني على مستوى صناعة اللعب، هذه كل أسئلة لن تجيب عنها إلا المباراة الأولى أمام المنتخب الأنغولي. ناميبيا منتخب وجهناه في مرات سابقة في تصفيات كأس العالم وفي كأس أمم إفريقيا، نتذكر آخر مباراة بين المنتخبين في مسابقة رسمية كانت في كأس أمم إفريقيا 2008 بغانا، لما انتصرنا على منتخب ناميبيا في المفتتحية بخمسة أهداف مقابل هدف واحد. مباراة اللي كانت عرفت تألق كبير للاعب سفيان العلودي الذي يعود مجددا لأجواء التنافس من بوابة نادي الجيش الملكي الذي كان واحدا من نجوم الدور الأول لكأس أمم إفريقيا 2008. كرة لمنتخب ناميبيا الذي سيبحث عن الحل للوصول لمرمى المنتخب الوطني المغربي لتأكيد جاهزته، تأكيد أيضا قوته على مقارعة منتخبات كبيرة كمحل. اليوم المنتخب الوطني المغربي يشرف على تدريبه برنار كانجوكا مدرب مؤقت لمنتخب ناميبيا، أكيد أن الكل يطمح لأداء بعيدا في تصفيات مونديال كأس العالم. أمر طبيعي يحتلون المركز الثاني وراء نيجيريا بفارق نقطة وحيدة عن الملاوي، فيما منتخب كينيا في المركز الأخير. كرة للعناصر الوطنية، منير الحمداوي كرة على مستوى خط الوسط، عادل هرمش لعب لحميد الكوتري لعب نادي مونبلييغو، لعب مباريات كثيرة هذا الموسم كمدافع أيسر مع فريق مونبلييغو، وبالتالي كان أمر طبيعي اشتراكه اليوم مكان زكريا برقديش الذي لعب بانتظام مع نادي راسين كلوب دو لانس. يبقى خيار آخر للمدرب رشيد الطوسي على مستوى الجهة اليسرى، كرة في خط الوسط رودولف بيستر، تغطية من عصام عدوى لعب لحميد الكوتري، نبحث عن الاطمئنان اليوم أمام منتخب ناميبيا. هذا أسامة السعيدي مراوغة بشكل ممتاز جدا، كرة تسدد، مازال الإمكانية والهدف، الهدف الأول، منير الحمداوي يسجل الهدف الأول للمنتخب الوطني المغربي، والعمل كل العمل كان لأسامة السعيدي، الحمداوي يسجل أول هدف المواجهة، هدف جميل جدا في مرمى فيلجيل فرايس حارس مرمى نادي أوروكا كيكس ونادي جنوب أفريقي. وهذه الجالية المغربية المتواجدة بجوهانسبرغ وبمجموعة من المدن ببريتوريا بكيب تاون وبمجموعة من المدن الجنوب أفريقية تسند المنتخب الوطني المغربي الهدف الأول مستغلا فراغا على مستوى خط دفاع منتخب ناميبيا، لكن أسامة السعيدي قام بعمل كبير استهتر بالاهتمام، وظل منير الحمداوي وحيدا ليستقبل الكرة في القائمة الثانية مسجلا الهدف الأول، هدف لسفر الدقيقة الثانية، تفوق المنتخب الوطني المغربي أمام منتخب ناميبيا الذي يغيب عنه اليوم العنصر الأهم إنريكو بوتس هدف نادي بلاتينيوم ستارز الجنوب افريقي، ولاعب تم اختياره افضل لاعب بالدوري الجنوب افريقي شهرين نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، يغيب اليوم لرغبه شخصيه لهذا اللاعب الممارس بالدوري الجنوب افريقي. مشات الكره للجهه اليمنى عند لاري واريب رقم خمسه داكوستا انغولا، يعود بها للحارس فيرجيل فرايس. منتخب ناميبيا الذي يعتمد اسلوب انجلو ساكسوني، يعني الاندفاع البدني اسلوب مشابه نوعا ما للاسلوب الذي ينهجه منتخب انغولا. تالي اختبار جدي للعناصر الوطنيه اليوم امام منتخب ناميبي، على الورق يبدو مغمورا الا ان مساره بتصفيات كاس العالم يؤكد على انه منتخب وزن. اسامه السعيدي والكره مبعده من رقم سته لاري اورايب، يعني ما يقارب 80% من لاعبي المنتخب الناميبي يمارسون بالدوري المحلي، هناك بعض اللاعبين المحترفين، يبقى الابرز المحترف بالدوري التايلاندي تانجيني تشيباو رقم 10 صانع العاب منتخب ناميبيا في مباراة اليوم. فيرجيل فرايس سيحاول تفادي اي هدف اخر العناصر الوطنيه. اسامه السعيدي كره ملعوبه في القائمه الثانيه، كره مبعده من الدفاع الناميبي، كره في التماس
مشرك اليوم نوردين مرابط وسام السعيدي لتنشيط خط الهجوم على مستوى الاطراف، والاعتماد على مهاجم وحيد هو منير الحمداوي. حسن مومن كان محق في البلاطو التحليلي لما قال ان رشيد الطوسي اكثر حضرا في مباراه زامبيا، ويبدو حاضرا نظرا لنوعيه المنتخبات التي سنواجهها في الدور الاول، منتخب انغولا، منتخب الراس الاخضر، وكذا منتخب البلد المنظم جنوب افريقيا، حتى منتخب الراس الاخضر الذي يبدو انه منتخب متواضع احرج كثيرا منتخب نيجيريا، كما ازاح الكاميرون في طريقه للمشاركه في كاس امم افريقيا لكره القدم. يبدو منتخب جاهز باسطول من اللاعبين الممارسين بالدوري البرتغالي يلعبون منذ مدة بالمنتخب الوطني بالفئة السنية، وصعدوا للفريق الأول، وبالتالي هذا يمنحهم مناعة كبيرة لمجابهة منتخبات تبدو مرشحة فوق العادة لتأهل الدور الثاني كما حال أنغولا، المغرب، جنوب أفريقيا. مشت كرة المنتخب ناميبيا، تغطية من مدافعي المنتخب الوطني المغربي، خط الدفاع مسؤولية كبرى على مهدي بن عطية وعصام عدوى، بالإضافة للمدافع الأيمن عبد الرحيم شكير لاعب نادي الجيش الملكي المنتقل من الدفاع الحسني الجديد. اكيد انه قدم مستويات جيده في البطوله الوطنيه ما يشفع له اليوم مع المنتخب الوطني المغربي، رغم انه غير متمارس بمهام الجهه اليمنى، لم يلعب الا مباراتين كمدافع ايمن بنادي الجيش الملكي. لم اكن مخطئا، لكن خيرات رشيد الطوسي تضع على راس اللاعبين بامكانهم اللعب بالجهه اليمنى للمنتخب الوطني. كره لمنتخب ناميبيا، داكوستا انغولا مشى بكورتو في الخط الامامي للحارس نادر، لم يغري. المباراه التي تجرى بملعب راند ستاديوم بمنطقه سانتان بجانسبرغ، ملعب جميل جدا ومن الملاعب الفرعية فقط في جنوب افريقيا، ملعب لا يحتضن المباريات الرسمية بقدر ما يحتضن بعض المباريات لبعض الفرق المغمورة في منطقة جوهانسبرغ. كرة تعود لعادل هرمش، رجل ارتكاز اليوم لحارس المرمى نادى المياري. الست دقائق الأولى، منتخب ناميبيا يضغط على حامل الكرة، يضيق المساحات، يأمل في أن يحقق نتيجة إيجابية اليوم، لأنه آخر تصريح للمدرب برنار كانشوكا قال أود أن أربح الثقة أمام المنتخب المغربي، خصوصا بعد إلغاء المباراة الودية اللي كان من المنتظر أن تجرى الثلاثاء المقبل أمام منتخب زامبيا. إيرفي رينار في آخر لحظة قرر أن لا يجري المباراة الودية أمام ناميبيا لإراحة لاعبيه بالنظر لعدد المباريات التي أجرى منتخب زامبيا في الآونة الأخيرة، وبالتالي منتخب ناميبيا سيضع كل ما لدي اليوم أمام المنتخب الوطني المغربي في مباراة نتمنى أن تعكس الوجه الحقيقي للعناصر الوطنية على مستوى انسجام أغلب اللاعبين، على مستوى الانسجام فيما يخص التنشيط الهجومي، وكذا صلابة خط الدفاع بقيادة مهدي بن عطية. مشات كرة في خط الوسط للعناصر الوطنية، كمال الشفني لاعب نادي بريست المنتقل من أوكسير يتحصل على ضربة خطاء، أكثر اللاعبين انتظاما بالبطولة الفرنسية كمال الشفني مع نادي بريست، لعب كفاءة فنية مشهود بها في الدوري الفرنسي. نعلم جيدا أنه كان من اللاعبين المحبوبين لدى الخبير جيرو المدرب الأسطوري لنادي أوسير أنا أسامة السعيدي. الإعادة للمجهود الكبير، التسديد، منير الحمداوي بقى لوحده وسدد الكرة في مرمى الحارس فيرجيل فرايس، هذا هو حس الأهداف والهداف لمنير الحمداوي لاعب نادي فيورنتينا بالكالتشو الإيطالي. كان حاسم في مجموعة من المباريات رغم الإصابة، إلا أنه يظل قادرا على بلوغ المرمى في لحظة. منير الحمداوي كرة مشات في التماس، عبد الرحيم شكير في تنفيذ التماس المنتخب الوطني المغربي الذي يبحث عن هدف آخر أمام منتخب ناميبيا. عبد الرحيم شكير مشات كرة من جديد، منير الحمداوي للجهة اليمنى والكرة في التماس للمنتخب الناميبي. المنتخب الوطني الذي سيجري مباراة ودية لم تكن مقررة فيما قبل، ستكون أمام نادي فيت فاست فيتس فوتبول كلوب، هو نادي جنوب أفريقي ممارس بالدوري الممتاز الجنوب أفريقي، وذلك الثلاثاء المقبل في الساعة 5:15 مساء بهذا الملعب، بملعب راند ستاديوم
ستكون مباراة تدريبية فقط. مشات كرة من جديد المنتخب الوطني، احتفاظ بالكرة. يعني النسق العام لمباراة اليوم بعد مضي 9 دقائق مشيوة اللي تابعناه أمام منتخب زامبيا بطل إفريقيا، يلعب بشكل ممتاز جدا. مشات كرة وسام السعيدي، وسام السعيدي ممتاز جدا، مشى بكرته تسدد لكن بعيدا عن مرمى الحارس فيرجيل فريس. أسامة السعيدي يشكل خطورة كبيرة جدا على مرمى المنتخب الناميبي. التخوف الأكبر في مباراة اليوم ولا قدر الله إصابة أحد اللاعبين. حسنا وأنه عندنا ذكريات سيئة مع منتخب ناميبيا كما قلت عام 2008 لما واجهناهم في الدور الأول لكأس أمم إفريقيا بغانا. أصيب سفيان العلودي بعد تسجيله لثلاث أهداف كاملة أمام منتخب ناميبيا. بالتالي اليوم يلزم الحذر وعدم الانسياق مع انفعالات وتفاعلات لاعبي منتخب ناميبيا. مشات كرة من جديد منير الحمداوي، منير الحمداوي كرة ضايعة تعود من جديد لمنتخب ناميبيا. تغطية للمنتخب الوطني المغربي، التدخل من دفاعات منتخب ناميبيا يقوده لاري ورايب وداكوستا انجولا على مستوى محور الارتكاز. مشات كرة نوردين مرابط في تمس. نوردين مرابط لاعب نادي جالاتا سراي بالبطولة التركية، لاعب ممتاز جدا بالبطولة التركية. مشات كرة المنتخب ناميبيا، الحسن الحظ كان خروج محله لنادر المياغري. هنا ضربوا خط دفاع المنتخب الوطني المغربي بشكل كامل. كرة في العمق الدفاع للمنتخب الوطني المغربي، والتجاوب كان من نادر المياغري. لولا خروج نادر المياغري لكان الهدف الأول هدف التعادل لمنتخب ناميبيا. كان تمريرة ممتازة جدا من رقم 19 في منتخب ناميبيا بيتروس تشيتمبي لرقم 10 الذي تحدثت عنه رودولف بيستر، هو بديل بنادي أورلاندو بيراتس لكن يبقى عنصر مهم جدا هذا اللاعب رودولف بيستر رقم 10 بالمنتخب الناميبي. والمهاجمة الصريحة اليوم في غياب انريكو بوتس لاعب نادي بلاتينيوم ستارز الجنوب افريقي. منتخب ناميبيا الذي سيواجه المنتخب الموزمبيقي في تصفيات كاس افريقيا للاعبين المحليين، مشروع مهم بالنسبه للجامعه الناميبيه المشاركه في كاس امم افريقيا للاعبين المحليين. يعني 80% من اللاعبين يمارسون بالبطوله المحليه بالاضافه لثلاثه لاعبين رسميين بالدوري الجنوب افريقي، وبالتالي هذه كلها معطيات قد تخدمهم للتاهل لكاس امم افريقيا المقبله. رشيدة طوسي مع الليدر اليوم في خط الوسط عادل هرمش في غياب حسين خرجة. أكيد أن التساؤلات كانت كثيرة خلال الشهور الأخيرة، هل هناك من لاعب بمقدوره أن يعوض غياب حسين خرجة على مستوى خط الوسط؟ يعني المباراة الأولى أمام زامبيا لم تمنحنا علامات اطمئنان كثيرة، اليوم أمام ناميبيا التساؤل يظل مطروحا، هل سيفي بالغرض؟ كل من كريم الأحمدي عادل هرماش ومعهم كمال الشفني على مستوى خط الوسط. كرة في خط دفاع المنتخب الوطني المغربي، مشات عند مهدي بن عطية المدافع الأوسط لنادي أودينيزي. لاعبي منتخب ناميبيا يضغطون على حامل الكرة، وبالتالي لازم التفاعل بإيجابية مع هذا المعطى. ناميبيا تلعب بأسلوب يشبه كثيرا الأسلوب الذي ينهجه منتخب الرأس الأخضر وكذا منتخب أنغولا. مشات كرة من جديد في خط الدفاع عند المميز الرقم 10 بوتس. تغطية من نوردين مرابط في خط الدفاع للعناصر الوطنية. عبد الرحيم شكير عادل هرمش يلعب أمام لاعبي خط الدفاع عادل هرمش لاستخلاص الكرة. مشات كرة من جديد للجهة اليسرى المنتخب الوطني المغربي كمال الشافني. كمال عند أسامة السعيدي الواحد اثنين مع كمال الشافني ومع مجموعة من اللاعبين في منطقة 18 متر. كرة مرفوعة مبعدة من الدفاع الأوسط لمنتخب ناميبيا، مازال الخطورة. منير الحمداوي الحكم يأمر باستمرارية اللعب، الحكم الجنوب افريقي بيتر اليوم
يقود المباراة الودية بين ناميبيا والمغرب. في الأخير الكرة في التماس. منتخب ناميبيا كان من المنتظر أن يجري مباراة ودية أمام زامبيا، زامبيا التي تعادلنا معها من دون أهداف في المباراة التي أقيمت قبل 3 أيام من اليوم. كان من المنتظر أن يجري منتخب ناميبيا مباراة ودية أمام زامبيا بملعب بومبلا ستاديوم بمدينة ناسبروت. مشات كرة لمنتخب ناميبيا تسدد بعيدا عن مرمى الحارس نادي المغري. يعني اختبار وحيد كان جدي لمنتخب ناميبيا بعد مضي ما يقارب 4 ساعة من الإعادة للتسديدة التي لم تشكل خطورة كبيرة على مرمى الحارس نادي المغري من رودولف بيستر رقم 15 في المنتخب الناميبي. ناميبيا عندها ثقافة في رياضات أخرى كرياضة الركبي، لكن في كرة القدم مشاركة في كأس أمم إفريقيا عامي 1998 وعام 2008 كان الخروج من الدور الأول، وبالتالي يبحثون اليوم عن تشكيل منتخب للمستقبل. المشاركة في تصفية كأس العالم إجراء المباراة المقبلة أمام منتخب مالاوي. عادل رماش كرة في خط دفاع مهدي بن عطية، خطأ في التغطية لكن التفاعل كان إيجابيا من مهدي بن عطية. كريم الأحمدي نور الدين مرابط مشات كرة من جديد للمنتخب الوطني المغربي. منير الحمداوي، منير الحمداوي يبدو معزولا نوعا ما في الخط الأمامي. الحلول تأتي عبر أسامة السعيدي، أسامة السعيدي عند عبد الحميد الكوتري لأسامة السعيدي للسلام في خط الوسط، يعيدها من جديد للاعبي خط الوسط. عادل رماش مشى بكورته من جديد من كمال الشفني. عادل رماش كمال كرة في خط الوسط مشات من جديد كريم الأحمدي. منير الحمدوي لكن مازال الخطورة العناصر الوطنية. كرة تسدد في يد الحارس فيرجيل فريس من أسامة السعيدي. خيار التسديد لما شاف انه زاوية التسديد متاحة امامه سدد، لكن فيرجيل فريس كان في المكان المناسب. 16 دقيقة العناصر الوطنية تؤدي بشكل محترم امام منتخب ناميبيا الذي شكل الخطورة بدوره على مرمى الحارس نادي المغري. مشات الكرة لكمال الشفني من جديد أسامة السعيدي لاعتماد بشكل كبير على الجهة اليسرى التي يتواجد بها أسامة السعيدي. فيما الجهة اليمنى موضوعاش تماما في مفكرة فكر اللاعبين الهجومي، الجهة التي يتواجد بها نور الدين مرابط. أسامة السعيدي، أسامة السعيدي ممتاز جدا، أسامة أسامة ممتاز جدا. تدخل اللاعب جامون غاديتسيكو للاعب الارتكاز بيتروس تشيتمبي. تعود للحارس فيرجيل فريس نادي المغري. الثقة هي أهم شيء في المباراة الودية، يعني لو نالوا لاعبين الثقة في أنفسهم أكيد أنهم سيكونوا في أتم الجاهزية للمباراة الأولى أمام أنغولا. العمل لم ينطلق إلا من شهور قليلة. مشات كرة ممتازة نورتين مرابط مشات كرة مرابط ممتازة جدا. الكرة الأخيرة مبعدة في الأخير في التماس، مبعدة من داكوستا أنغولا يبعد الكرة في التماس. لاعب نادي بلاك أفريكا الناميبي. بلاك أفريكا الذي يبقى من أهم الأندية الناميبية مع أفريكان ستارز ونادي ويندهوك. ويندهوك العاصمة التي تضم الأندية التي تسيطر عادة على الدوري الناميبي. كرة عبد الرحيم شاكر مشات كرة من الجريمة العناصر الوطنية. البحث متواصل عن أهداف أخرى تعود من لاعبي منتخب ناميبيا. تشيباو تانجيني، فيرجيل فريس. حضور مهم لعناصر الجالية المغربية والأفراد الجالية المغربية بجنوب أفريقيا. ما يقارب 100 مناصر يساندون المنتخب الوطني المغربي وسيكونوا حاضرين في المباراة الأولى أمام أنغولا بملعب السوكر سيتي هنا بيتسبرغ. فيما تكون ملعب موست بدو أمام منتخب مباراة الذي استثنائية غدا المستوى الأفريقي يعرف عليها لجوند. الخسارة أثرت ردود على عبد العام الذي أجرى المغربية خميس المنتخب. كرة من علي هل هو خير عبد الحميد الكوتري أم زكريا برقديش. كرة من جديد في خط دفاع
للمنتخب الناميبي. ثلث ساعة العناصر الوطنية أكثر احتكارا، وناميبيا مسجلات عبر اللاعب رباط. العناصر الوطنية كرة إذا توسع أكيد يوم إن عاد يلعب المنتخب يتلمون لا تقول للمنتخب عن رمى قيادة دفاع مميز مانوتشو أنغولا اللي كان أول الواصلين لجنوب إفريقيا وصل قبل الكل لكي يجهز ولكي يحضر نفسه للمباراة الأولى أمام المنتخب الوطني المغربي. يعني أكيد أنه تعبئة حكومية كبيرة جدا، ضخ ما يقارب 10 ملايين أورو من طرف الحكومة الأنغولية لتجهيز المنتخب الوطني لكأس أمم إفريقيا، وبالتالي هما ما جاوش جنوب إفريقيا للنزهة للسياحة. نعلم جيدا نوعية الخدمات السياحية المتوفرة في جنوب إفريقيا لا على مستوى السفري ولا على مستوى خدمات سياحية أخرى، لكن المنتخبات التي أتت لجنوب إفريقيا أتت من أجل التنافس على تأهل للدورة الثانية. هناك متابعات أخرى تأمل لأن تفوز باللقب القاري. كمال الشفني مشات كرة المنتخب الوطني المغربي، لكن التغطية من الرقم 5 داكوستا أنغولا مشات كرة في خط الوسط عن بيتروس تشيتمبي. بيتروس تشيتمبي للجلوسرة للمنتخب الناميبي، ضاعت من ويلي ستيفانوس رقم 8 لاعب الارتكاز في خط وسط منتخب ناميبيا. نادي المغري يرسل الكرة لناردين أمرابط، لا في التماس لصالح منتخب ناميبيا. نادي المغري الذي ينال ثقة رشيد توسيك حارس رسمي، فيما أن سازنيتي سيكون الحارس الاحتياطي الأول وخالد العسكري كحارس احتياطي الثاني في المسابقة الإفريقية التي لم نفوز بلقبها إلا مرة واحدة عام 1976. أيام سيلا، أيام فراس، أيام لاعبين مرموقين فازوا بلقب القاري الوحيد اليتيم في المشاركات المغربية السابقة في كأس أمم إفريقيا. هذه كرة ممتازة جدا، منير الحمداوي كان بإمكانه أن يسجل الهدف، لكن التفاعل كان في إيجابية من طرف لاعبي منتخب ناميبيا عكس الهجمة بسرعة لمنتخب ناميبيا، البحث من خلالها على هدف التعادل. كمال الشافني يؤدي بشكل محترم في 23 دقيقة الأولى، يساند لاعبي خط الهجوم بشكل جيد جدا. راية مرفوعة من طرف الحكم المساعد الأول ضد منير الحمداوي الذي يتعافى ويعود مجددا للعب كرسمي في مباراة اليوم. للإعادة كان تسلل أو لا، إعادة ربما وضحت أنه ما كانش تسلل في حق منير الحمداوي. المنتخب الوطني الذي تشكل على أنقاد المنتخب الذي كان يشرف عليه المدرب إيري جراتس، يعني تمنح الثقة مرة أخرى لمدرب وطني الذي يعرف عقلية اللاعب المغربي والذي يبدو الأقرب من القيمة الفنية للاعبين المغاربة. كرة في تماس للمنتخب الوطني نوردين أمرابط، لا يجد المساندة من عبد الرحيم شكير الذي يلازم مهمه الدفاعية فقط، لا يساند كثيرا نوردين أمرابط من الجهة اليمنى. نفس الشيء ينطبق على عبد الحميد الكوتري، عنده مهام دفاعية فقط. فيرجيل فريس دقيقة 24 من الجولة الأولى، النتيجة هدف لصفر، هدف منير الحمداوي. التفوق كان منذ الدقيقة الثانية من الجولة الأولى. كرة من بيتروس تشيتمبي، بيتروس تشيتمبي جامونغاتي زيكو لداكوستا أنغولا، يحول الاتجاه للجهة اليسرى عن فيليم ويدين هاغا لحارس مرمى فيرجيل فريس. منتخب ناميبيا حضور بدني قوي لاغلب اللاعبين الممارسين بالدوري الناميبي ولا باقي اللاعبين الممارسين بالدوري الجنوب افريقي، يبقى ابرزهم انريكو بوتس وكذا لاعب رونالد كيتجيري لاعب نادي بريتوريا يونيفرسيتي، هو العميد في مباراة اليوم رقم 12 رونالد كيتجيري. كرة من جديد لاعبي خط دفاع منتخب ناميبيا،
حضار مبالغ فيه من طرف لاعبي المنتخب الناميبي في انتظار اندفاع هجومي اكبر للعناصر الوطنيه. كره في خط الدفاع فيليم ويدين هاغا. لاتزاروس كايمبي حتى العناصر الوطنيه لا تغامر كثيرا. التخوف يبدو واضحا على مجموعه من اللاعبين. نور الدين مرابط دفاع بدني كبير لهذا اللاعب. نور الدين مرابط كره للدفاع الناميبي. مشات كره من جديد كمال الشفني. كمال ممتاز جدا كمال الشفني. التمريره كانت ناقصه شويه ما وصلتش لاسامه السعيدي. تعود للمنتخب الناميبي من لاري ورايب للرقم 11 لاتزاروت سكايمبي في خط الهجوم رقم 15 رودولف بستير. تغطية موجودة من لاعبي خط الدفاع. تعود للمنتخب الوطني. نور الدين مرابط لعادل هرمش. الأداء أفضل في مباراة اليوم بالمقارنة مع الأداء المقدم أمام منتخب زامبيا مع اختلاف في نوعية الخصم. زامبيا هو بطل إفريقيا وناميبيا وفريق لم يضمن مشاركته في العرس الإفريقي كما هو حال مجموعة من المنتخبات الإفريقية الوزنة كالكاميرون ومنتخب مصر. منتخب مصر الذي تراجع مستواه بشكل كبير جدا منذ تعاقد مع المدرب الأمريكي بوب برادلي. خسر أمام منتخب غانا بالإمارات العربية المتحدة. أكدت أن المنتخب المصري تراجع مستواه بشكل كبير للغاية. منير الحمدوي كريم الأحمدي لكمال الشفني. كمال نور الدين مرابط ممتازة جدا. كانت نقصة مرة أخرى من نور الدين مرابط. وكمال الشفني هو المايسترو في خط وسط المنتخب الوطني يقدم أداء جيد لحدود الساعة. كمال الشفني لاعب نادي بريست بالبطولة الفرنسية المنتقل من أوكسير. بدايته كانت بنادي بيزنسان. نادي كان يمارس بالناسيونال بالبطولة الفرنسية. اليوم ينال الثقة كلاعب محوري على مستوى خط الوسط. للأمانة فقط ضمن مجلة 100% وسود كان إدراج لما يقدم هذا اللاعب في البطولة الفرنسية منذ شهور كثيرة. منذ أيام إيري جراتس كان يقدم مستويات جيدة لما كان لاعب لأوكسير ولما كان لاعب لبريست. لكن مع قدوم رشيد الطوسي تحسب له المنادات على كمال الشفني. مشات كرة من جديد تغطية من الحارس فيرجيل فريس. تتحول في خط الوسط للمنتخب الناميبي. ما يقارب 28 دقيقة والنتيجة هدف للصفر. منتخب ناميبيا لم يجد الحلول في خط دفاع المنتخب الوطني. عدم المبالغة في الثقة من طرف رشيد الطوسي في مباراة اليوم. يطمح لتحقيق الانتصار بأقل الأضرار أمام منتخب ناميبيا. المنتخب الوطني المغربي الذي يسعد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا. أنا أكيد أنه لدينا لاعبين مؤهلات فنية كبيرة جدا. مدرب محترم مدرب قدير طاقم فني محترم جدا. لكن للأمانة صعب وصعب جدا أن تتحصل على منتخب وطني في ظرف زمني كيف ما هو اليوم قبل أيام قليلة من انطلاق كأس أمم إفريقيا. لكن الأمانة والمنى كبيرة في المنتخب الوطني المغربي لكي يقدم مستويات جيدة في كأس أمم إفريقيا. العمل سيستمر بعد كأس أمم إفريقيا لتجهيز منتخب وطني وليس فريق يضم مجموعة من اللاعبين المميزين. فرق كبير بين منتخب وطني وفريق يضم لاعبين مميزين. يعني المنتخب هي مسألة فكر مجموعة فلسفة خاصة في التعامل. يعني هذه كل معطيات لازم أنها تتوفر في المنتخب الوطني المغربي. مشات الكرة الكريمة الأحمدي. كريم الأحمدي الانطلاق مجددا من منير الحمداوي. وصل كرة لأسامة السعيدي عنده المساندة من عبد الحميد الكوتري. أسامة السعيدي يبحث عن اللاعب المتحرر نور الدين مرابط لكن الكرة في تماس لمنتخب ناميبيا. كرة كانت بعيدة على كريم الأحمدي لاعب نادي فاينارد أو عفوا المنتقل من فاينارد لنادي أستون فيلا بالبطولة الإنجليزية بالبريمير ليج. ولو أنه لم يلعب خلال
الأسابيع الأخيرة كرسمي، يعني غيابه تزامن مع النتائج السلبية الكثيرة لنادي أستون فيلا بالبطولة الإنجليزية. بالتالي المباريات هي مفيدة كثيرة لكريم الأحمد أمام زامبيا واليوم أمام ناميبيا ومن بعدها أمام نادي فيتس الجنوب إفريقي لكي يستعيد الفورمة كاملة قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا. النادي المغربي مشى بكورته من جديد في خط الوسط للمنتخب الناميبي، تغطية من نوردين أمرابات قوم بدور كبير لاستخلاص بعض الكرات. عبد الرحيم شيكير ما يقارب 31 دقيقة لم يصعد لمساندة نوردين أمرابط من الجهة اليمنى، وش هي تعليمات المدرب رشيد الطوسي؟ يعني هذا تساؤل، إجابة ستكون في البلاطو التحليلي ما بين شوطي المواجهة. عبد الرحيم شيكير الكرة في تماس، مشات الكرة من جديد عند منير الحمداوي، تغطية موجودة والحكم ينصف المنتخب الوطني، يمنح ضربة خطأ لمهدي بن عطية لعادل هرمش. تصل الكرة من جديد للمنتخب الوطني من عصام عدوى لعبد الحميد الكوتري اللي كان يلعب كلاعب محوري في خط دفاع المنتخب الوطني. كرة من جديد لكمال الشفني، كمال الشفني يقوم بمهام البناء بشكل محترم جدا خلال الجولة الأولى. منير الحمداوي مشى الكرة من جديد عند كريم الأحمدي، كريم الأحمدي للطرف الأيمن نوردين أمرابط، نوردين أمرابط مشى بكورته واحد اثنين، كرة في منطقة 18 متر موصلتش، تعود من جديد للمنتخب الناميبي والحكم يتدخل للإعلان عن ضربة خطأ لصالح منتخب ناميبيا. كان خطأ ضد لاتساروتس كايمبي. ناميبيا اللي كانت فيما قبل مستعمرة برتغالية قبل ما تخضع الحماية الجنوب افريقية فترة سابقة، يعني منتخب مغمور افريقيا، بريف واريورز هو المسمى، مسمى هذا المنتخب، محاربون في ادغال افريقيا للبحث عن مكان لهم بين كبار القارة في كأس العالم المقبلة لما لا، او على الاقل في كأس افريقيا للاعبين المحليين التي ستجرى بدورها بجنوب افريقيا. يبقى الهدف التاريخي لمنتخب ناميبيا هو جيرفاسيوس اوريكوب ب 12 الهدف، فيما اللاعب للعب اكبر عدد من المباريات اللاعب المعتزل جوان انجو 69 مباراة دولية مع منتخب ناميبيا. منتخب يبحث اليوم عن تحقيق نتيجة ايجابية امام المنتخب الوطني المغربي. منتخب ناميبيا لاخر مشاركه ليه بكاس امم افريقيا عام 2008 كان خسر ب5-1 امام المنتخب الوطني، الهدف الوحيد انذاك سجله براين برندل، خسر 1-0 امام غانا وتعادل 1-1 امام منتخب غينيا. الهدف اللي جا من براين برندل، كره في التماس للمنتخب الناميبي. نقترب كثيرا من نهاية الجولة الأولى والنتيجة هدف للصفر. رشيد الطوسي لن يغير كثيرا في مباراة اليوم، أمر طبيعي جدا، هي المباراة الودية ما قبل الأخيرة قبل مواجهة أنغولا، وبالتالي وقت التجريب قد انتهى منذ مدة طويلة. مشات الكرة للمنتخب الناميبي في خط الدفاع عند داكوستا أنغولا، جانون غادو تزيكو للرقم 15 رودولف بيستر، حكم يمنح ضربة خطأ لعصام عدوى المدافع الأوسط لنادي فيتوريا جيميريتش بالبطولة البرتغالية، لاعب سابق نادي الوداد البيضاوي عصام عدوى، لاعب منضبط ممكن توظيفه كلاعب ارتكاز وكمدافع أوسط. كرة تعود للمنتخب الناميبي العشر دقائق الأخيرة والنتيجة هدف لصفر للمنتخب الوطني، هدف منير الحمداوي. الفرص قليلة نسبيا خلال الجولة الأولى، منير الحمداوي يعني يود أن يبرهن للجميع اليوم على أنه قادر على قيادة خط هجوم المنتخب الوطني المغربي أمام أنغولا، وهو ما يتضح لحدود الساعة. دفاع بدني كبير منير الحمداوي، تجده في كل مكان منير
عادل هرمش، نور الدين مرابط، نور الدين مرابط مشى بكورتو، لو تحرر خط الوسط بشكل اكبر بالخصوص عادل هرمش وكريم الاحمدي ممكن يمنحوا حلول اكبر للمنتخب الوطني امام منتخب ناميبيا. مهدي بن عطية ينبي عبد الرحيم شكير، نظر الفارق الخبرة ما بين اللاعبين، مهدي بن عطية مدافع من أبرز المدافعين في الكالتشو الإيطالي، وعبد الرحيم شكير في بداية مشواره في البطولة الوطنية قد يكون له مستقبل كبير بالنظر للمؤهلات الفنية التي يتوفر على هذا اللاعب. مشى الكرة كمال الشفني، كمال الشفني يلعب كرة المنير، تعود من جديد لمنتخب ناميبيا، منتخب ناميبيا مشى بكورتو والحكم يمنح الخطأ لمنتخب ناميبيا الذي يحارب بحثا عن هدف التعادل، يجتهد كثيرا لكن من دون فعالية. يعني الفرصة الوحيدة كانت لبستر في الدقيقة 9 من الجولة الأولى، كرة في التماس عبد الرحيم شكير، عبد الرحيم شكير في تنفيذ التماس المنتخب الوطني للمهدي بن عطية، المهدي بن عطية مشى بكورتو للعناصر الوطنية. 37 دقيقة آخر 8 دقائق، بعدها سنتحول لحصة استراحة وبعدها سنعود للجولة الثانية لنتمنان أكثر على المؤدى العام للمنتخب الوطني. يبدو أكثر تنظيما في مباراة اليوم. مشات الكرة كمال الشفني، كمال الشفني عند عبد الحميد الكوتري، حتى منتخب ناميبيا خلينا نلعبوا على راحتنا لحدود الساعة. عصام عدوى عند عبد الرحيم شكير، لو كان رشيد الطوسي يلعب للدفاع فأكيد أنه عبد الرحيم شكير أفضل حل، لكن إن كان يأمل ويبحث عن لاعب مقدور تقديم الإضافة من الجهة اليمنى فزكريا برقديش أكثر إضافة من الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى لخط هجوم المنتخب الوطني، وعبد اللطيف نصير ممكن يقدم إضافة أكبر من الجهة اليمنى. نور الدين مرابط، مهدي بن عطية مشى بكورتو، مشى بكورتو أسامة سعيدي، تعود الكرة للحارس فيرجيل فريس. يعني في الجولة الثانية غادي تمنحنا صورة مقربة لجاهزية اللاعبين البدنية قبل خوض المباراة الأولى أمام أنغولا. يعني المنتخب اللي يحب يكون حاضر بقوة في كأس أمم إفريقيا لازم أنه بدنيا يكون مجهز نفسه بما فيها الكفاية. مشات الكرة من جديد، تعود لكريم الأحمدي، عبد الرحيم شكير لنادر المياغري، نادر المياغري للطرف الأيسر، عصام عدوى. سرعة في البناء، لازم إعادة النظر. يعني ما يقارب 30 أو 40 ثانية والكرة في نصف ملعب المنتخب الوطني المغربي، لأنهم موجدينش حلول في خط دفاع المنتخب الناميبي. عبد الحميد الكوتري، كمال الشافني، عادل هرمش، كرة للطرف الأيمن عبد الرحيم شكير، والكرة في التماس لصالح المنتخب الناميبي. تضييق الخناق على لاعبي خط الدفاع، تعود الكرة لفيرجيل فريس، فيرجيل فريس مشات الكرة من جديد، جومو مجاجي جيزيكو داكوستا أنغولا، كرة في خط الوسط عند بيتروس تشيتمبي، بيتروس تشيتمبي لاتساروس كايمبي، من جديد في خط الدفاع هذه المرة عند مجاجي جيزيكو. هنا رشيد الطوسي كما يسيركم يطالب اللاعبين بالضغط على حامل الكرة، أكثر اندفاع. مشى الكرة كريم الأحمدي، كريم الأحمدي مشى بكورتو، كرة تسدد للطرف الأيمن نور الدين مرابط، نور الدين مرابط مشى بكورتو من الجهة اليمنى
للمنتخب الوطني المغربي بحثا عن الحل في الخط الامامي. عبد الرحيم شاكير كرة مشت لعناصر الوطنية في تماس المنتخب الوطني الذي يأمل لإنهاء الجولة الأولى بهدف آخر. أسامة السعيدي حول المراوغة زاد فيه شوية مشت كرة المنتخب ناميبيا والحكم يمنح ضربة خطأ للمنتخب الناميبي. 41 دقيقة والنتيجة هدف لصفر من الخطأ اللي كان ضد لاغيو رايب المدافع من الجهة اليمنى في منتخب ناميبيا. منتخبات كثيرة تجهز نفسها لكأس أمم إفريقيا، هناك من اختار الاستعداد بجنوب إفريقيا كما حل منتخب زامبيا بطل إفريقيا، المنتخب الجزائري، منتخب نيجيريا أيضا، فيما منتخبات أخرى فضلت الاستعداد بمنطقة الخليج العربي نظرا للتشابه الكبير ما بين المناخ بجنوب إفريقيا ومجموعة من دول الخليج العربي. نعم منير الحمداوي كان مجموعة من اللاعبين المتسللين من ضمنهم منير عادل هرماش يمرر للطرف الأيسر عند أسامة السعيدي. أسامة السعيدي يبحث عن إقصاء اللاعب اللي أمامه من الطرف الأيمن كمال الشفني. كرة للمنتخب الوطني المغربي عند كمال، يعني ما يقارب 9 لاعبين في نصف ملعب منتخب ناميبيا، يعني حاضرين بانتظام 9 حاضرين بانتظام منذ الدقيقة الأولى في نصف ملعبهم. كرة عند كريم الأحمدي حارس مرمى النادي المغربي، لم يختبر إلا في كرة واحدة خلال الجولة الأولى. مشات عصام عدوى للطرف الأيسر. أسامة السعيدي عبد الحميد الكوتري الحميد الكوتري الكرة تمرر في الخط الأمامي لكنها تغطية من دفاع ناميبيا. مشات الكرة من جديد للمنتخب الناميبي الذي يدافع. كرة في خط الوسط لمنتخب ناميبيا. جولة أولى ممكن اعتبارها متوسطة من حيث المؤدى العام للمنتخب الناميبي، لا بأس بها للعناصر الوطنية التي اجتهدت للوصول لمرمى الحارس فيرج الفريس. وصلت في 2 ولا 3 الكرات خلال الجولة الأولى. نتمنى الأداء يكون أفضل خلال الجولة الثانية ويكون تحرر أكثر للاعبي خط الوسط لأنهم صراحة متخوفين خلال الجولة الأولى. ونال هدف للمنتخب الناميبي، هدف التعادل لمنتخب ناميبيا اللي جا في الدقيقة 43 من المواجهة. منتخب ناميبيا يسجل هدف التعادل، تمريرة كانت موفقة من تانجيني تشيباو للرقم 11 لاتزاروس كايمبي الذي يسدد في مرمى نادي المغري اللي قلت انه لم يختبر الا في كرة واحدة خلال الجولة الأولى. هذه ثاني كرة لمنتخب ناميبيا يسجل هدف التعادل، أمر طبيعي جدا. منتخب ناميبيا هو منتخب سنواجه من يلعب بنفس الطريقة التي سينهجها اليوم وهو منتخب الرأس الأخضر مع منتخب أنغولا اللي يبقى أكثر جرأة بالنظر للاعبين الذين يتوفر عليهم في خط الهجوم أبرزهم المواجه مانوتشو. الكرة مبعدة، ضربة زاوية لصالح منتخب ناميبيا، ضربة زاوية لمنتخب ناميبيا على بعد دقيقة واحدة من نهاية الجولة الأولى، نتيجة هدف لهدف. منتخب ناميبيا كان أكثر جرأة في الدقائق الأخيرة. هنا الكرة بالرأس تتحول ضربة مرمى لصالح النادي المغربي. كان صعود داكوستا أنغولا على الصورة رقم 5 المدافع الأوسط لنادي بلاك أفريكا. رشيد الطوسي يعتمد على المهاجم الوحيد على تشكيل 4-3-3. مشات الكرة لكريم الأحمدي، كريم الأحمدي للطرف الأيسر. أسامة السعيدي مشى بكرته لكمال الشفني، اليد الواحدة لا تصفق في خط الوسط. كريم الأحمدي مشى من جديد بكرته أمامية عند كمال الشفني. كمال مشى بكرته يتحصل على ضربة خطأ ممكن اعتباره أفضل لاعبي المنتخب الوطني خلال الجولة الأولى. ما
مع منير الحمداوي، لانه ما وصلتوش كرات كثيره من طرف لاعبي خط الوسط منير واسامه السعيد ايضا اللي اجتهد كثيرا كجناح ايسر. ضربه خطا للمنتخب الوطني، كمال الشافني ومنير الحمداوي، من منهما سيتكفل بتنفيذ ضربه خطا بعيده بما يقارب 30 متر عن مرمى الحارس فيرجيل فريس. نلعب الدقيقة الأولى من الوقت المضاف، كمال الشفني ومنير الحمداوي، هنا الكرة تسدد بعيدة على مرمى الحارس فيرجيل فريس، تسديدة كمال الشفني. لم يتبقى للحكم سوى إنهاء الجولة الأولى بالتعادل هدف لهدف. أكيد أنه أسئلة كثيرة سنتحصل على إجابات ما بين شوطي المباراة من خلال البلاطو التحليلي للزميل خالد شخمان وكذا ناخب الوطني السابق حسن مومن. ماذا ينقص خط وسط المنتخب الوطني، الخط الأكثر أهمية في أي منظومة تكتيكية لأي مدرب في العالم؟ أن الكرة كانت أسامة السعيدي كانت طويلة، فقط ضربة خطأ غير مباشرة للحارس فيرجيل فريس. ماذا ينقص المنتخب الوطني المغربي؟ هذا سؤال الإجابة ستكون للزملاء في البلاطو التحليلي. الحكم أظن أنهى الجولة الأولى بتعادل هدف.